السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناة من غير مونتاج. خلونا نبدأ الفيديو ده بمعلومة قيمة شوية. How much is Netflix worth؟ ما هي قيمة Netflix كشركة، كبراند، كاسم Netflix، كالتتن اللي انت بتسمعها في البداية دي؟ 228 مليار دولار. يعني انت لو هتتكلم على امبراطورية فعلا في عالم صناعة الأفلام، دي إمبراطورية. وخلينا نرجع بس ونفتكر إن من 20 سنة تقريبا أو أقل من 20 سنة نتفليكس كانت خدمة DVD-هات، كانت بتوصل DVD-هات للبيت وشرايط فيديو للبيت كده، بس يعني تتفرج على الفيديو بعد كده ترجعه. والكلام ده محدش يقدر ينكر التأثير الكبير اللي موجود عند نتفليكس في المساحة بتاعت الأفلام اللي احنا بنتفرج عليها في الأيام دي. وأنا أضمن إن الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده يما عندهم اشتراك على نتفليكس يما بيتفرجوا على أعمال نتفليكس بطريقة تانية غير قانونية. المهم أعمال نتفليكس بطريقة أو بأخرى بتوصل لك وانت بتتفرج عليها. وأنا شايف إن جزء مهم جدا من الحاجة اللي خلت نتفليكس تطلع فوق بشكل سريع جدا هم تركيزهم على سوقين معينين، تو ماركتس. مش قصدي اقول ان الحاجتين اللي نتفليكس ركزت عليهم دول هم اللي خلوها تنجح، ولكن ما نقدرش ننكر ان فعلا هم ساعدوا نتفليكس تنتشر اكتر. غير طبعا الجانب البيزنس من الموضوع ان هم توسعوا وبقوا موجودين في معظم بلدان العالم، وكل بلد انت بتتفرج فيها على نتفليكس التجربه النتفليكسيه بتكون مخصصه ليك انت. يعني صفحه النتفليكس بتاعتي وانا عايش في مصر غير صفحة النتفليكس بتاعتك وانت برضو عايش في مصر، مصممة على الحاجات اللي واضح ان هي هتعجبك انت. بس نرجع تاني للحاجتين اللي انا قلت لكم ان نتفليكس من بدري ركزت عليها، وهي الستاند اب سبيشلز، تمام، والدوكيو سيريز. الستاند اب سبيشلز اللي هو من الاخر اللي بتكون مدتها ساعة الى ساعة ونص، الكوميديان بيطلع وبيقعد ينكت لمدة ساعة، ده بيسمى السبيشل، كوميديا خاصة بنتفليكس. قبل ما نتفليكس بدأت تنتج الموضوع ده بشكل مستمر، كان ايه المنصات اللي تقدر تكون موجود عليها ستاند اب سبيشال كوميدي محترم؟ كان يا اما انت بتشتريه من مكان معين، يا اما بيكون محطوط في منصة مش هتوصلك في العالم العربي او في اماكن كتيرة في العالم زي HBO، او هيكون موجود على حاجة زي كوميدي سنترال. نتفليكس اتاحت فرصة لكوميديانات كتير جدا من حوالين العالم كلهم ان هم يكون ليهم الساعة بتاعتهم. خد يا عم الساعة السبيشال بتاعتك واعملها، ومش بس هتتعرض للجمهور بتاعك بل هتتعرض لجمهور في العالم كله. وركزوا على الموضوع ده، ان الستاند اب سبيشلز الانتاج بتاعهم سهل بشكل مش طبيعي، ومن ناحية انجيجمنت وتفاعل مع الجمهور وشد عيون الستاند اب سبيشلز بتجيب كتير. ونتفليكس معاها ارقام تليفونات معظم الكوميديانات اللي الناس بتحبهم. ففي بدايه الالفين وعشرات كده، اللي هو 2011 12 13، كانت نتفليكس بس عماله تشتغل ايه في نتفليكس في كوميدي سبيشلز. خد انت هتاخد كوميدي سبيشل، انت هتاخد كوميدي سبيشل، انت هتاخد كوميدي سبيشلز. ودي كانت من اوائل الحاجات اللي فعلا كانت اوريجينال جدا عند نتفليكس، ونتفليكس كانت بدات تحتوي الجزء ده من السوق. ولكن جزء تاني من السوق كده نتفليكس لعبت فيه من بدري وفضلت مستمرة فيه ودلوقتي هو شيء مميز عند نتفليكس مش هتلاقيه في مكان تاني، وهي فكرة الدوكيو سيريز. هنعرف يعني ايه دوكيو سيريز ونتكلم عليه اكتر. ما تنسوش تعمل لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد، ويلا نبدأ. يعني ايه دوكيو سيريز؟ هي مجموعة من الحلقات التلفزيونية الوثائقية الدرامية، ركزوا في الكلمة دي عشان مهم، اللي بتتبع قصة شخص أو مجموعة من الأشخاص وبتحكي قصتهم أو بتحكي قصة عامة متعلقة بيهم في مجموعة من الحلقات جوه العالم الحقيقي، عشان كده هي وثائقية. من الآخر، بدل ما يكون فيلم وثائقي طويل، لا، هو مجموعة من الأفلام الوثائقية اللي متقسمة اللي بتتبع ناراتيف واحد كبير. قصدي بنراتيف كده ان هو يعني حاجة واحدة متعلقة بكل الحاجات دي. في اكتر من مدرسة عامة في صناعة الافلام الوثائقية، فالدوكي سيريز هي برضو مدرسة ثانية من الافلام الوثائقية، الافلام الوثائقية اللي متجزأة. لو نتكلم على فيلم وثائقي مثلا بيتكلم على الكلايمت تشينج، تمام، بيتكلم على الاحتباس الحراري، ده موضوع لفيلم وثائقي، تمام، في افلام وثائقيه كتير اتعملت على الموضوع. بس لو هتعمل دوكيو سيريز عن الجلوبال وورمنج ممكن تتناول الموضوع ازاي؟ تمام، بارت 1 الساينس ورا الموضوع، بارت 2 الامباكت على العالم اللي احنا بنشوفه
بشكل حقيقي والتأثير على الاحتباس الحراري. بارت 3 ردة فعل الناس. بارت 4 وهكذا. بدل ما يكون فيلم واحد بيحكي كل الجوانب دي متداخل ببعضه، داكي سيريز ممكن تاخد كل جزء لوحده وتشرح فيه براحتك. مش قصدي ان كل الداكي سيريز كده اكيد، ولكن دي مدرسة من انتاج الداكي سيريز، في بقى غيرها كتير. المهم داكي سيريز مجموعة من الحلقات الوثائقية. السوق بتاع الشيء اللي انا لسه شرحه ده بقى ما كانش موجود على النت، والنسخة اللي كانت موجودة منه على التلفزيون مش عايز اقول ان هي كانت مملة، بل هي كانت جدا جدا مملة، لان اللي كانوا محتكرين السوق ده هما المحطات الاخبارية. فانت هتتفرج على وثائقيات على موضوع معين، هتلاقي بس قنوات الاخبار هي اللي هتعمل حاجة زي كده، ويا الهي على الملل. ويتحدث الرجل هكذا ويقعد يدخل لك وتفضل 3 ساعات بتقرأ في دوكيمنت معين كده في ورقة من الارشيف مطلعه من الخمسينات عشان تقدر تفهم الحتة دي. يا الله، طريقة الانتاج الجديدة بقى للداكي سيريز اللي في الزمن اللي احنا عايشين فيه، ان من الاخر الاليمنت بتاع الدراما بقى داخل فيه اكتر، ودي حاجة مش جديدة على الاعمال الوثائقية عامة. الاعمال الوثائقية طول عمرها فيها دراما، لان من الاخر انت عايز تخلي الشخص اللي بيتفرج يعني مشدود معاك في القصة اللي انت بتحكيها، فلازم يكون في اليمنت دراما في الفيلم الوثائقي بتاعك. بس انت دلوقتي في مجموعة من الحلقات في اكتر من طريقة تقدر ترمي خطاف للمشاهد عشان تجيبه، يكون فيه هوك اكتر. نتفليكس بارعة في الموضوع ده، وعامة انت عندك جيل جديد من صناع الافلام اللي تربوا على اليوتيوب، اللي تربوا على نوعية الفيديوهات والمتعة البصرية اللي مش لازم تكون طويلة جدا، اللي مش لازم تكون يعني متعمقة في كل التفاصيل المملة قوي. فما ينفعش الجيل الجديد اللي طالع ده يقعد ينتج لك فيلم وثائقي مدته ساعة ونص كاملة على موضوع واحد. لا، تاخد الموضوع الواحد ده تقسمه كتير وتعمل منه 6 حلقات، كل حلقة نص ساعة. ففي النص ساعة دي انت هتوصل لك المعلومات كلها بطريقة ممتعة جدا وطريقة فيها دراما. مرة تانية افكركم، الشيء ده ما كانش موجود قبل ما نتفليكس تيجي، ونتفليكس شافت ان السوق ده موجود، جربت اكتر من شيء ونفع معاه. ونفس السيناريو بتاع الستاند اب سبيشلز، الانتاج بتاع حاجات زي دي بيكون رخيص بشكل مش طبيعي. ولما اقول كلمة رخيص كده انا بتكلم عامة في السياق بتاع صناعة الافلام، لان صناعة الافلام يعني كصناعة هي غالية جدا، بس ان انت تنتج وثائقي الفريق عامة بتاع الوثائقي ما بيكونش كبير. معظم الناس اللي انت بتعمل عنهم قصة وبتصورهم او whatever الوثائقي بتاعك عنه بيكون ناس في العالم الحقيقي، فمفيش دفع ليه ومفيش ممثلين، مش لازم يكون في عندك كرو كامل، مفيش ميك اب، مش لازم يكون في كيترينج، انت رايح تعمل مقابلات في معظم الوقت، فمعظم البادجت بتاعتك هتتصرف يا اما في سفريات او هتتصرف في شغل بوست برودكشن، وده عامه هيشيل جزء كبير جدا من البادجت اللي انت تتوقعه ان هو يتصرف في عمل سينمائي حقيقي. فانتج يا معلم، انتج قصص في منتهى الغرابة، ادي قصص في منتهى الغرابة، روح يا عم حقق فيها، طلع منها قصة لذيذة وروح. الافلام الوثائقية الغريبة جدا، جيب الناس اللي عملت الافلام الوثائقية دي وادلهم شو كامل يعملوه ينتجوه بنفس الستايل الداكي سيريز، علشان انت عارف ان الناس بتحب الحاجات دي. مثلا المخرج بتاع فيلم تيكلد واحد من اغرب الافلام الوثائقية، وفيلم وثائقي ممتع بشكل مش طبيعي. المخرج بتاع الفيلم واللي هو برضو يعني صاحب الفيلم ده، نتفليكس اخدته وديت له شو كامل ينتجه اسمه دارك تورس. داكي سيريز ممتع بشكل مش طبيعي، وبرضو بيتبع نفس الفورمولا بتاعت ان ده مش فيلم وثائقي او حاجة وثائقية فعلا بكل معنى للكلمة، على قد ما هو مجموعة من الحلقات اللي فيها دراما وفي نفس الوقت عندها الصبغة الوثائقية. فأيوة، جزء من المكتبة الكبيرة بتاعت الأعمال لنتفليكس الداكي سيريز دايما الناس بتغفل عنه. أيوة، نتفليكس طلعت للتوب كده بالأعمال الأوريجينالز اللي عملوها زي سترينجر تينجز والمسلسلات والأفلام اللي بينتجوها، بس برضو جزء من الحاجات اللي خلت نتفليكس تطلع فوق هم لعبهم في الأسواق اللي ما كانش فيه ناس غيرهم بيحطوا فلوس فيها.
والدوكي سيريز جزء من الحاجات. في فيديو انا شغال عليه دلوقتي عن اكتر دوكي سيريز موجودين في نتفليكس، انا بحبهم وبرجع اتفرج عليهم اكتر من مره، هينزل خلال الايام القادمه، فتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه عشان اول لما ينزل يوصلكم على طول. وبرضه ممكن تسيبوا لي الاقتراحات بتاعتكم للدوكي سيريز اللي انتم بتتفرجوا عليها على نتفليكس في الكومنتات بتاعت الفيديو. ودي كانت كل حاجه عندي للفيديو ده، وشكرا اعزائي المشاهدين على متابعتكم ووصولكم لنهايه الفيديو. عندنا الميم اوف ذا داي، شكرا. لو عايزين تشوفوا ميمز زياده انتوا عارفين جروب القناه بتاعتي على الفيسبوك، كل الروابط المهمه هتلاقوها موجوده في الوصف بتاع الفيديو، وانتوا موجودين تحت كده ان انتوا عملتوا لايك على الفيديو وانشروا الفيديوهات بتاعتي على قد ما تقدروا، لان ده فعلا بيساعد. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، سلام.